كيف كانت بداية شركة مورق؟ أنا قبل 3 سنين كنت أشتغل في إحدى البنوك المحلية وكان منصبي جداً ممتاز، وكنت أرأس فروع السيدات في المنطقة الغربية، وفي نفس الوقت كنت بحضر Executive MBA في لندن بزنس سكول، وجاء موضوع الزراعة المائية بالصدفة وبدأت أبحث عن هذا الموضوع وعجبني وشدني جداً لأنها فيها توفير كبير للمياه خصوصاً لما تقارنها بالزراعة التقليدية، وكمان تقدر تطلع منتجات نظيفة وخالية من المبيدات الحشرية إذا كانت التقنية معمولة بالطريقة الصح. لما الوزارة عرفت أنه مشروعنا مشروع زراعة مائية وبتقنية حديثة كان في دعم جداً كبير وأعطوني الترخيص، كنت أول سيدة سعودية تأخذ الترخيص الزراعة المائية في المملكة. لما زوجتي دانا جاتني بفكرة هذا المشروع، مشروع أول مرة يتعمل في المملكة العربية السعودية، بكل صراحة لا أنا ولا هي كنا ممكن نحلم أنه نوصل لهذه المرحلة من المشروع والمنتج هذا يكون حقيقة. هذا مشروع عائلة، ومن ثم أصبح مشروع وطن. وقبلنا هذا التحدي والحمد لله قدمنا على مشروعنا لمدن، وكان في دعم كثير للمشروع هذا لأنه تقنية حديثة وجديدة على البلد، وكان حتى في دعم من وزارة الصناعة. وجود مزارع عمودية في المملكة في المناطق المناسبة بالتقنيات المناسبة حيكون إضافة رائعة للبلد، حيكون إضافة ممتازة للزراعة في المملكة، حيوفر استثمارات من المنتجات المستوردة من خارج المملكة، وحيوفر منتجات للبلد يعني قيمتها ممتازة ومردودها حتى الاستثماري ممتاز. وإحنا مجموعة من الشباب السعوديين اللي عندهم شغف للزراعة، وإن شاء الله تكون مزرعتنا جزء من مزارع عديدة ذات تقنيات عالية تفيد وطننا الحبيب وتساهم حتى لو بجزء بسيط من الأمن الغذائي في المملكة. يعتمد إحنا مطعمنا على المكونات اللي تكون طازة كل يوم، فإحنا اخترنا جانا فورم عشاننا بدأنا تقريباً في نفس الوقت. إحنا المطعم حقنا لي is operating 2 شهر، وجانا فورم فتح تقريباً حوالي 4 شهور. وأول ما فتحنا المطعم إحنا كنا بنجيب منتجاتنا كلها الورقيات بتكون مستوردة من برا. فأنا لما لاحظت أنه إحنا في مزرعة هنا في السعودية بتعرض وبتدي منتجات بجودة عالية، وكمان سبب ثاني إحنا اخترنا جانا فورم عشان لما كنا إحنا بنجيب الورقيات من المستوردة كنا بنضطر إنه إحنا بنغسلها ونعقمها، ولكن الشيء الحلو اللي في جانا فورم إنه إحنا ما نحتاج نغسل الأشياء بالتعقيم، تقدر بس يعني يرنس إت أوف بالموية، إنه منتجاتهم كلها عضوية ونظيفة. وهذا الوطن داعم لك إذا أنت عندك فكرة مشروع، إذا أنت عندك عمل تحب تعطي به وتنتج يفيد البلد، فالوطن هذا دعمك، وكل الجهات الحكومية وحتى الشركات الخاصة تدعم وتستوعب هذه المشاريع، فالمخاطرة جدا مهمة إنك تتخذها. طبعا ما في شيء سهل في العالم، يعني كل واحد لازم يشتغل ويجتهد عشان في الآخر يوصل، والحمد لله إحنا لما نبدأ يعني دائماً حنحسن وحنطور وما حنوقف. وهذه الرسالة اللي أنا أقولها لكل أحد عنده طموح وعنده مشروع يبغى يسويه، إنه don't hesitate just start، وإن شاء الله على قد ما أنت حتتعب وقد ما أنت حتشتغل المشروع حينجح، وحتى لو ما نجح ممكن تجي منه أفكار تانية تنجح أكثر منه.